السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. تسأل عن دينك. بماذا تجيب؟ ما دينه؟ أقول الإسلام ديني. هل أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم. ما هو الإسلام؟ إذا قال لا أدري إذا كذاب أنت. الإسلام هو الاستسلام، تسلم لله، تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. يعني هذا مسلم؟ لا يمكن أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. مسلم تسلم، تقول أنا عبد سمعا وطاعة. مسلم لابد تعمل. جاء وقت الصلاة لابد تصلي، لا تقول أنا حر لا أصلي. مسلم تصلي. نبي مسلم نبارة جميلة من الصلاة. يعني تيجزان نياسة تريبتون مفتون الصلاة. هي تيجزان تسمين تطير من الصلاة. المسلم لا يمكن أن يكون كالمشرك. نبي مسلم نبارة ديسميتو بالفيد أمرو كان بسام. في الاعتقاد. نا أركنون زنين فنون أنا تنفوني. وفي الكلام. وفي العمل. هذا المسلم. الاستسلام لله بالتوحيد. الانقياد له بالطاعة. البراءة من الشرك وأهل، لا نكون كالمشركين لا في القول ولا في الاعتقاد ولا في العمل.